الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة بتصيب المعدة، تنتقل عبر الإيدين أو المي أو الأكل الملوثين بالبكتيريا، وبتسبب إسهال قوي وببعض الأحيان تقيؤ ممكن يؤدوا لتجفاف الجسم. عوارض التجفاف هي العطش، خشونة الجلد، تغور العيون، والتعب أو الضعف الشديد. عند ظهور أي من عوارض التجفاف المذكورة لازم تتوجهوا إلى أقرب مركز رعاية صحية أولية أو مستشفى. شو هي الوسائل للوقاية من الكوليرا؟ أولاً المي، شرب مي آمنة ومعروفة المصدر، تعقيم مي الشرب والمي المستعملة لغسل الخضار والفواكه من خلال غلية أو تعقيمها بالكلور بمعدل نقطتين لكل لتر مي. ثانياً الأكل، طبخ الأكل كتير منيح، عدم تناول اللحوم النية، عدم تناول الأكل المكشوف المعرض للحشرات، غسل الفواكه والخضار بمي نظيفة ومعقمة. ثالثاً النظافة، غسل الإيدين بالمي والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الأكل. الاهتمام بنظافة البيت خاصة الحمامات وسلات النفايات، جمع النفايات بأكياس مسكرة بالأماكن المخصصة إلها، عدم الشرب أو الأكل من نفس الكباية أو الصحن مع الآخرين، والحفاظ على النظافة الشخصية. شو هو علاج الكوليرا؟ على المصابين بالكوليرا التعويض عن السوائل والأملاح المفقودة من خلال شرب كميات كبيرة من السوائل المضاف إلى محلول الإمهاء الفموي ORS. في حالات الإسهال أو القيء الشديد التعويض عن السوائل بالأمصال عن طريق الوريد. للاستفسار والحصول على مزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على الخط الساخن 1787 التابع لوزارة الصحة العامة. صباح الخير وكل التحيات للأصدقاء المشاهدين. مع الحملة المفترض أنه كإعلام نحن نواكبها لابد من أنه نتوجه بتحية لوزارة الصحة، لمعالي الوزير ولكل معاونيه، لأنه مهم جدا جدا بهذه المرحلة نكون نحن واعيين ومنطقيين بإرشاد كل الناس اللي بهمهم يعرفوا شو عم بيصير بهذا الموضوع، طبعا من خلال المعلومات الموثقة. مع ضيفنا اليوم ارتأى معالي الوزير أنه نضوي على هذا الموضوع انطلاقا من خصوصيته الطبية 100%. ضيفنا الدكتور بيير أبي حنا، رئيس دائرة الأمراض الجرثومية بمستشفى رفيق الحريري الجامعي. أهلا وسهلا فيك. أي صباح النور. يعني من شوي معالي الوزير كان عنده مؤتمر صحافي، مؤتمر خصصه لحتى يعرض المستجدات الوبائية المتعلقة بكورونا. الكل بيقولوا أنه نحن بلبنان يعني من فترة طويلة ما عرفنا الكوليرا، ولكن بهذه المرحلة صار عندنا بلبنان كوليرا، واللافت أنه معالي عم بيحذر من الانتشار السريع جدا لوباء الكوليرا. شو مفترض نحن طبيا نعرف لحتى نقدر من خلال هذه الأطلالة نعطي الإرشادات للأصدقاء المشاهدين؟ نعم، نحن أول ما بينت الكوليرا بسوريا وزارة الصحة تنبهت أنه معقول توصل على لبنان. نعم. الكوليرا هي بكتيريا معودة على جسم الإنسان، لما بناخدها بالأكل أو بالشرب تقعد بالمصران، ومعقول نفرزها بالإفرازات اللي بنعملها. نعم. وكمان بتحب المي، يعني إذا بتروح بالصرف الصحي وبتعيش بالمي، فإذا الصرف الصحي انتقل لمياه الشرب او مياه الري معقول تتلوث المي ويصير فيها موجود فيها الكوليرا. من هيك الكوليرا ببلد متقدم، يعني عنده المي امنه والصرف الصحي امن، ما بتشكل خطر اذا اجى كم حاله عليه. بس لما بيكون في عندنا مشاكل بقصه الصرف الصحي، قصه المي الامنه، معقول تنتشر الكوليرا وتعمل وباء محلي، وهذا المتخوفين منه نحن. يعني هذا اللي عم بيصير هلا عنا، هذا اللي عم بيصير هلا. المشكله الاساسيه انه ميه الصرف الصحي منا امنه، وميه الصرف الصحي اوقات عم توصل على ميه الشرب او ميه الاستعمال الشخصي. لا. او ميه الري. طب اليوم نسمع انه في لقاحات تعطى للكوليرا، ولكن كمان عرفنا انه هي في عده متحورات باثار الكوليرا، صحيح هالشيء؟ لا نعم، بس الكوليرا اكثر شيء عم بتوصل، يعني هي الO1 يلي هو اللقاح بيحمي منه. ومثل ما فهمت انا انه وزاره الصحه بمنظمه الصحه العالميه طلبوا اللقاح، يعني نحن واللقاح رح يتقدم للاشخاص الاكثر معرضين، يعني من بعد ما ينصابوا بينعمل اللقاح كحمايه اللقاح للمناطق الاكثر شيء معرضه حتى ما يصير. نعم. في امتداد، والاماكن يلي اذا انتشر فيها الكوريدا معقول تعمل مشاكل مثل السجون مثلا. نعم.
طب طريقة يعني انتقال العدوى، كنا نحكي وقت كورونا انه حطوا كمامات، وبعدنا لليوم قفازات معقمات، انه نكون بإطار الهواء الطلق مش الأماكن المغلقة. اليوم بالكوليرا شو اختلف؟ مثل ما كنا عم نحكي، الكوليرا بتيجي بالمصران، بتتكاتر بالمصران. نعم. وبتطلع بالإفرازات. العدوى كيف تنتقل؟ أول شيء النظافة الشخصية. نعم. يعني إذا أنا استعملت الحمام وعندي كوليرا أو حامل الكوليرا وما غسلت إليه وحضرت الأكل، معقول عندي غيري. إذا المياه المبتزلة اللي موجود فيها الكوليرا استعملناها للري أو استعملناها تنص الخضرة أو فاتت على مي الشرب، ساعتها معقول تنتقل. فلكينا معقول تنتقل إذا كان الأكل ملوث، إذا المي ملوثة، إذا الأكل ملوث، وكمان الانتقال المباشر. يعني اذا انا مصاب وحضرت الاكل لاشخاص ما اقول عديهم. طب اليوم باطار كورونا، مستشفى رفيق الحريري كانت بالمقدمه وسجلت يعني مجهود يقدر جدا 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 بهذه المرحله. كوليرا كمان سمعنا انه عم يتجهز شيء بمستشفى رفيق الحريري. نعم، عم يعني مثل عده مستشفيات بلبنان عم يتجهزوا لاستقبال حالات الكوليرا. عم ينعمل شيء بيسموه كوليرا تريتمنت سنتر، هو مبنى منفصل شوي عن المستشفى، قريب عن المستشفى، لحالات اذا صار في وباء انتشر. نعم. وصار في حالات زياده للكوليرا. هلا بالنسبة للكوليرا، الأشخاص اللي بينصابوا فيها 80% ما بيعملوا عوارض. 80% ما بيعملوا عوارض. شو هي العوارض المفترض؟ بس معقول انهم يعدوا غيره. 10% بيعملوا عوارض خفيفة. نعم. عم نحكي عن العوارض أكثر شيء اللي هي الإسهال، المي، الإسهال اللي هو سريع ومي، أوقات بيصير فيه مراجعة. بشكل عام ما بيعملوا حرارة. يعني هذا بيفرقها عن غيرها. 80% ما بيعملوا شيء أبدا؟ ما بيعملوا عوارض. اوكي. و10% هيدي الخطره هون. نعم. 10% معقول تيجي كثير قويه. كثير قويه بمعنى انه الاسهال بيكون قوي كثير، يعني بظرف كم ساعه الواحد بيخسر كل المي بجسمه. اذا ما انتبه حاله معقول يخسر كل المي وتؤدي للوفاه. لا صار ثلاثه متوفين بلبنان كورونا. نعم. كوليرا. نعم ثلاثه. فهيدول 10%. نعم. يعني كثير مهم انه ينتبهوا اذا كان الاسهال كثير قوي، انه اذا واحد ما انتبه واهمل حاله معقول تؤدي للوفاه. بينما العلاج هين، العلاج انه انا المي اللي خسرها بدي رد له اياها، يا اما من خلال بنسميه نحن الاورال ريبليسمنت سولوشن او ار اس، يعني مي وموالح، او من خلال. بقول لك شو قضيه الملح؟ بيقولوا الملح بينفع كثير، لانه انت لما بتخسر عم تخسر مي، عم تخسر موالح، عم تخسر بوتاسيوم، عم تخسر بيكربونات، عم تخسر عدة اشياء مع المي. طب بالمقارنة مع كورونا كنا نقول هونيك بدنا اجهزة تنفس، هون بالكوليرا بنوصل للحاجة لأجهزة؟ هون اهم شيء بدنا انه نرد المي اللي بيخسرها المريض. نعم. يا من خلال الشرب او بالحالات المتقدمة جدا من خلال المصل. وكمان اللي بينفع كمان اوقات المضادات الحيوية معقول تساعد. نعم. اوكي. وعزل المريض حتى ما يعدي غيره. طب اليوم بهذا الإطار نحن عم نحكي هلأ وموسم مدارس بلش، كمان مفترض أنه يتاخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع، بوقت عرفنا أن الكوليرا انتقلت لنا من سوريا ولا هي محصورة بالشمال، صارت شوي بالبقاع، ولكن الملفت كان أنه معالي الوزير عم بيقول أنه تنتقل بسرعة، وهيدا هو الخوف. نعم. يعني مثل ما عم نحكي، إذا المي المبتزلة بتوصل على مية الشرب أو مية اللي بتسقي فيها، معقول يتأثر الخضار، معقول يتأثروا كثير من العالم. فبالمدارس كثير مهم انه نأمن للطلاب مياه سليمة. أهم شيء. نعم، أهم شيء مياه سليمة، النظافة الشخصية يعني مي وصابون، والصرف الصحي كمان يكون مأمن بال. طب هذا الموضوع يعني إنجاز التعبير بنقول معروف، ولكن سمعنا انه تنتقل بالخضار إذا كانت جاية من سوريا بهذه المرحلة، ممكن تنقل الكورونا كيف؟ الخضار من هيك لازم الأكل يتنظف مزبوط. نعم. يعني إذا الخضار مسقي بمياه مبتزلة فيها كوليرا، ايه معقول تصير الكوليرا على الخضار، معقول تنتقل بهالطريقة. تنتقل من الري على تركيبة إذا كانت المي يلي. نعم. يسقى فيها الخضار. نعم. موجود فيها الكوليرا. نعم. يعني أوقات بيسقوا المي، بيسقوا الخضار بمي مبتزلة. نعم. معقول يكون فيها كوليرا، ساعتها بتوصل على الخضار. من هيك كتير مهم تنظيف الأكل وتتأكد من سلامة الغذاء. طب بهالمرحلة نحن يعني بتعرف كتير ناس ما عندهم مي، وكتير ناس بيطولوا كتير حتى يقدروا يحصلوا على مي، وأحيانا لا تكون سليمة أو نظيفة.
انت برايك شو مفترض ينعمل كاجراءات يعني تقنيه اللي عم تحكيه كثير مهم؟ نعم. كيف بدي اعقم المي؟ يعني مثل ما بالمقدمه نشرح كيف لازم تكون انه شغله كثير هينه، يعني بدنا نشوف بدنا نجيب الاوتشافيل الكلور الموجود بالسوق يلي هو 5.25% بلتر مي، بنحط نقطتين كلور بنتركهم نص ساعه، هيدا بيعقم المي، ساعتها فينا نستعملها للشرب وحتى فينا نستعملها تنعقم الخضار بعد ما تكون نظفناه. نعم. ف يعني لتر مي بده نقطتين، 20 لتر بده 40 نقطة، بنتركهم نص ساعة ساعة تيتعقم. طيب اليوم هاي شغلة كتير مهمة، هذه الشغلة كتير مهمة. نعم. انه نعرف مصدر المي اللي عم نستعملها للشرب، لتحضير الأكل، اوكي، للنظافة الشخصية. طيب دكتور كتير مهم نعرف نحن فترة الحضانة قديش بتضل يعني الكوليرا معنا، يعني بالكوفيد كل العالم صار يتعرف، ولكن الكوليرا ان شاء الله ما تطول عنا. مزبوط. بالنسبه للكوليرا فتره الحضانه، يعني من اول ما واحد يتعرض للكوليرا تيعمل عوارض بتروح من كم ساعه لاربع خمس ايام، اكثر شيء يوم يومين بذروتها، يوم هيدي فتره الحضانه. لا. وانا معقول ضلني قاعده اذا كنت حاملها حوالي اسبوع او ايت اكثر شوي. طب اليوم نحن مثل ما قلنا اجت الكوليرا فجأة لعنا، ومن السبعينات نحن ما كنا مزبوط ما كان فيه مزبوط عندنا مخزون أدوية بخلينا نقدر نقاوم إذا كانت بحاجة إلى أدوية معينة؟ مثل ما شفنا، مثل ما بنعرف إنه وزارة الصحة والجمعيات الأهلية ومنظمات العالم الدولية عم يشتغلوا تيتأمن هالشيء، وبعتقد صار مأمن قسم كبير منهم يلي هي الأمصال من السوق المحلي وكمان المصل الشرب. نعم. والادويه هذيك ادويه هينه يتواجدوا، المضادات الحيويه اللي مستعمله ضد الكوليرا منا اشياء صعبه. طيب دكتور اليوم النوفوني الاطفال يلي بيخلقوا عم ينعطوا لقاح كوليرا ولا لا؟ لا، بعد اللقاح ما توفر بلبنان. ما توفر بعد اللقاح ما توفر قبل بلبنان. قبل كان ينعطى؟ لا ما بينعطى، ما بينعطى يعني بكل الحالات ما بينعطى ليلي المولودين حديثا يعني. نعم. بس أكثر شو. أشخاص معرضين للكوليرا والمشاكل الكوليرا. نعم. هن يلي كتير صغار، عم نحكي تحت الخمس سنين، وكتير كبار ويلي عندهم مشاكل صحية، يعني عدد لا بأس به. نعم، يعني عدد لا بأس به بمجتمعنا، في كتير مزبوط معرضين يعملوا إشكالات. نعم. من الكوليرا. طب اليوم حتى نتأكد من الكوليرا إذا حبينا نروح على مختبر ونعمل فحوصات متوفر، يعني ممكن نقدر نعمل؟ هلأ في الفحص السريع. نعم. عم يتأمن لمعظم المستشفيات عم تهتم بالكوليرا. رابيد تيست يعني؟ هيدا رابيد تيست. ايه. مزبوط. والزرع لا، بمختبرات معينة بالبلد، لأنه مش كل مختبر بيطلع على الكوليرا أو بيقدر يعمل فحص الكوليرا. في مختبرات مرجعية بلبنان عم تعمل هي فحص الكوليرا حاليا. طب اليوم المستشفيات اللي هلأ يعني هني معنيين، بنسمع نحن أنه صاروا 9 مستشفيات اللي عم بيحضروا حالهم. نعم. ولا أكثر شوي يمكن لحتى يستقبلوا الكوليرا؟ بعتقد لسه يمكن أكبر شوي، بدي يتنقى منهم المستشفيات اللي صارت حاضرة تهتم بمرضى الكوليرا. نعم. برأيك من خلال المعطيات اللي أنت هلأ عم تحكي فيها يعني توعية إنجاز التعبير، بنرجع للمدارس، مهم كتير كمان أنه المعنيين بالمدارس، خاصة المدارس يلي فيها أطفال مثل تحت الخمس سنين، إنه ياخذوا بعين الاعتبار هذه الإجراءات، لأنه هي بتوفر علينا كثير أمور. إيه أكيد، وكثير من أكيد المشاكل. أكيد يعني سلامة المي، سلامة الأكل، هيدي أشياء أساسية جدا، والسلامة الشخصية والنظافة الشخصية، أشياء كثير مهمة. طب اليوم يعني معالي الوزير فتح إيديه لحتى يقدر يتعاون مع الكل، يعني مع النقابات، مع الجمعيات، نقابات الأطباء، برأيك إنه أو تصورك بالرغم من هذا الوعي وهذه الإمكانيات اللي عندنا، قادرين على استيعاب انتشار مرض الكوليرا؟ بنقول مرض ولا وباء؟ بنقولها ساعة مرض ساعة وباء. هو مرض، بس هو ما كان مستوطن بلبنان، فهو وباء حاليا بلبنان، يعني هو حاليا وباء كوليرا بلبنان. وأكيد بدك تعاون عدة وزارات، لأنه بتخوفنا بس تقول وباء يعني. نعم، بتخوفنا يعني، لازم ننتبه، لازم نكون مستعدين. نعم. أكيد. نعم. يعني الشيء الأساسي بمحاربة الكوليرا هي تأمين المي النظيفة والصرف. نعم. الصحي الجيد، يعني إذا هيدول ما تأمنوا، إذا الصرف الصحي كان مطرح ما بنشرب المي وتلوثت المي، إيه مشكلة، أكيد تكون مشكلة كتير كبيرة. يعني هي مناسبة بالإذن منك لحتى نقول للناس اللي هلأ عم بيتابعونا في الرقم 1787 هالرقم هو وضعته وزارة الصحة بتصرف المواطنين لحتى يقدروا يستفسروا. أكيد أنت كطبيبة بتنسأل كتير. نعم. يعني بهذه المرحلة أنتوا بمستشفى رفيق الحريري عندكم حدا معه كوليرا اليوم؟ حاليا لا، بس أنه محضرين حالكم، محضرين حالنا ومجهزين. نعم. مزبوط. يعني بالعادة وقت اللي بنقول نحن خايفين من انتشار أوسع
في فترة مهلة زمنية عم نحكي بأربع خمسة أيام بتكون تغيرت الصورة إنجاز التعبير؟ يعني صعب يجاوب هالموضوع. نعم. بس بعتقد أنه الأسابيع القادمة هي أسابيع أساسية تنعرف. نعم. إذا قدرنا سيطرنا أو حيصير في انتشار أوسع لهالوباء. طب اليوم دكتور كل المصابين بالكوليرا بحاجة لدواء ولا لا؟ مثل ما قلت لك 80% منهم ما بيعملوا عوارض. منهم بحاجة لدواء يعني؟ منهم بحاجة لدواء، بدهم متابعة نتأكد أنه النظافة الشخصية يعني ما يعدوا غيره. نعم. أوكي. 10% بحاجة للأورال ريبليسمنت يعني المصل. نعم. المصل الفموي بيسموه المصل الفموي، و10% بتجي كتير قوية بحاجة لمصل فموي ويمكن لمصل بالوريد. يعني طبعا بدنا نشكر بس يعني المخرج حنا بويري والفريق العامل اللي معه هلا، رقم وزارة الصحة على الشاشة 1787 لكل الناس اللي بهمهم انهم يتصلوا على هذا الرقم لحتى يقدروا يستفسروا بأوضاع الكوليرا. يعني عادة من خلالك انت كطبيب بنقدر نقول انه كل الاجراءات متاخدة مستنفرة، مثل هيك قلت مستشفى رفيق الحريري هلا محضرة حاله ولا لا ما عنده ولا إصابة وان شاء الله ما بيجي حد. نعم. إن شاء الله ما بيجي حدا يرى. بس الأساس كمان هو الوقاية. نعم. يعني الأساس الوقاية ونعرف العوارض يلي هي إسهال قوي يلي هو إسهال مي وبدون حرارة، فساعتها لازم نستشير الطبيب وما ننطر. يعني ما ننطر خاصة أشخاص الضعاف اللي عندهم ضعف مناعة كبار بالعمر عندهم مشاكل صحية، ما ننطر نهار نهارين يعني لأنه ساعتها يمكن يكون كتير تأخرنا. طيب اليوم من الإرشادات اللي بعتتها وزارة الصحة بتقول طهي الطعام بشكل جيد جدا. نعم. يعني الغلي الطعام هو بيقتل البكتيريا. أكيد غلي الطعام بيقتل البكتيريا. نعم. أكيد وغلي المي بيقتل البكتيريا. البكتيريا الكوليرا. الكوليرا نعم. 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 لانه هي بكتيريا. كثير مهم نقول انه مفترض يعني هذه الاجراءات تكون مع الحفاظ يعني على النظافه الشخصيه ونظافه الاغذيه. الميكروويف بتقتل البكتيريا ولا لا؟ هلا معقول تقتلها بس نحن بنفضل انه تتسخن على حراره نقدر نعرف قديش توصل على غليان 65. ايه. 65 درجه يعني قبل شوي من الغليان. ايه. طب اليوم بإطار الكلام عن موجة كورونا كوليرا بدنا ننسى الكورونا نهائيا ولا لا؟ لا لا اكيد الكوليرا الكورونا هلا خفت كثير. كيف كيف لانه كوليرا كورونا رابع بعضه. الكورونا خفت كثير هلا، هيدي شغله منيحه، بس في كثير متوقعين انه بالاشهر القادمه خاصه لما بتقص الحراره بتقشط ناس بيصير جوا اكثر، معقول يصير في ازدياد بحالات بالاصابات. بس كمان صار معظم العالم عندهم مناعه ان خلال انصابوا او من خلال اللقاحات، فما بنتوقع انه تيجي كثير خطره، بس معقول يصير في انتشار اوسع. نعم. بالمستقبل. طب اليوم بس ما تؤدي للدخول المستشفى والوفيات. أوكي. يلي صارت باول سنه من الوباء. استعمال الكمامه ما زال الزامي لليوم؟ يعني بتفوت عند عياده حكيم بقول لك قبل الدخول الرجاء وضع الكمامه، على صيدلية حاطين لك وضع الكمامة قبل ما تفوت، ولكن بنسمع نحن بالعالم كله انه استغنوا عن الكمامات وغيرها. ايه نعم خفت استعمال الكمامات، هلا نحن بلبنان يعني المطلوب بالمستشفيات. نعم. بس لما بيكون في اشخاص معرضين انه يعملوا اشكالات من الفيروس. نعم. يحافظوا على استعمال الكمامات. بس اعطيك فكرة مثلا فضل. انا سافرت من حوالي اسبوعين. نعم. ما كان حدا حاطط كمامة باللقاء. وين؟ حسب اي بلد؟ ببرتغال. نعم. ما حطيت كمامة، رجعت مع كورونا. رجعت مع كورونا؟ رجعت مع كورونا. اجتك عوارض ولا انت هيك؟ اجت خفيفة يعني، بس انه بعدنا معرضين يعني بدون كمامة بعدنا معرضين انه نكمل. لأيمتى رح نضل ناطرين؟ نحن كنا افتكرنا مرحلة انه رح نقلب صفحة كورونا خلص إلى اللقاء. ايه بعد ما وصلنا لهون، الشغلة منيحة انه صار عندنا مناعة ما عم تجي قوية مثل قبل. نعم. يعني ما بتأدي لدخول المستشفيات مثل قبل، بس لازم نضلنا منتبهين وخاصة الأشخاص يعني عندهم ضعف مناعة. طب اليوم بدنا نحكي موضوع اللقاحات كورونا بالإذن منك، بعدها ماشي لليوم؟ بعدها ماشي ونحن متوقعين إنه كمان يجي اللقاح الباي فاريانت يلي فيه الفيروس القديم مع الفيروس هذا بياخذوه بس اللي عملوا جرعات هيدا للجرعات المعززة. هيدا للجرعات المعززة. نعم. نعم. طب اليوم قلت لي من شوي انه منظمه الصحه العالميه طلبت للكوليرا لقاح، ما هيك؟ بلبنان نعم طلبوا لقاح للكوليرا اللي هو لقاح فموي. على حسب مين رح يكون هذا؟
حسيت مين عم تسألني اشياء تتخطى معرفتي. لا انه مكلف بالنسبه للمريض العادي ولا ما عندك فكره؟ يعني بعتقد انا انه هيدا يقدم مجانا منظمه الصحه العالميه او المنظمات العالميه، بس ماني اكيد. منك اكيد، بس اكيد رح يكون مجانا للشخص اللي بحاجه له بلبنان، هيدا الاكيد انه رح يكون مجانا للشخص اللي بحاجه انه ياخده. يعني هلا اليوم نحن وقت اللي بدنا نعمل تيست على الحدود مثل ما كنا نعمل وقت كورونا الكوليرا، ممكن انه نستعيد عنه؟ قلت لي 80% مش عارفين، في شيء تيست معين بينعمل على الحدود؟ على الحدود هلا صار موجود بلبنان، يعني ما بقى ينفع انه ينعمل على حتى ما نزيد العدد، هيدا قصدي. وقت كورونا كان موجود وكنا بعدنا عم ناخذ هذه الاجراءات، هذا اللي بدي احكيه. بعتقد ما في تفكير انه يصير في اجراءات على الحدود حاليا. نعم. بس التست اللي بينعمل هو تست للبراز، يعني هذا الانتيجين، الفحص السريع يلي هو منه دقيق 100% مثل الزرع، فدائما يعني قسم من يلي بيطلعوا ايجابيين بنأكدهم بالزرع العادي مثل ما قلنا ببعض المختبرات المرجعيه اللي عم ينبعث لها. طب اليوم يلي يصاب بالكوليرا بده يتحكم على حسابه ولا على حساب وزاره؟ لا، هي واضحه كانت. نعم. انه اللبناني يتحكم على حساب وزاره الصحه اللبنانيه، والاجنبي يتحكم على حساب الجمعيات ان جي اوز، يعني من ان جي اوز. مزبوط. طب بالختام يعني انا بدي اشكرك لهذه الاطلاله التوضيحيه للناس، يعني كطبيب شو بتحب تقول لهم؟ يعني في ادويه بدهم ياخذوها احتياط الزامي مفترض تكون عندهم حاضره اذا صار معهم شيء؟ اهم شيء بالنسبه لنا الوقايه، يلي هي النظافه الشخصيه. نعم. يعني اذا في مي، اذا على غسيل الايدين مي. نعم. والصابون. نعم. المي السليمه، نتاكد المي السليمه اللي عم نستعملها للشرب، عم نستعملها للاكل، اللي عم نستعملها للاستعمال الشخصي، مثل ما حضرتك تفضلت يعني الاكل نتاكد منه انه سليم. يعني الاشياء اللي بتتاشر ما بتخوف، الاشياء المعقول جاي عليها المي مبتزله لازم انه نتاكد انه نظفها ونطهرها. اوكي، مع التاكيد على انه الخضار اللي جايه من بلاد فيها كوليرا ومن سوريا تحديدا بدنا ناخذ بعين الاعتبار. مزبوط، نكون واعيين ونتاكد من النظافه ومن التعقيم اللي بنستعمل. وحكينا الطريقه الهينه بالتعقيم يلي هي لتر مي منزد له نقطتين كلور او جافيل، يعني او جافيل. نعم. يلي هو 5.25% منزد له نقطتين ونتركها نص ساعه، بتصير المي صالحه للشرب وبتصير معقمه. طب اليوم برجع بقول لك انا هلا كل الناس يلي هلا هن عم يسمعونا بدهم يكونوا حذرين، بدهم ياخذوا هذا الموضوع جدي، ما يستهتروا فيه. أكيد. ما يستخفوا فيه. اكيد، لانه نحن لا سمح الله ممكن يصير عندنا وباء كبير جدا بالانطلاق، وخاصه هلا نحن عندنا قلت لي مرحله وباء. مزبوط. والدول المتقدمه يلي عندها نظافه شخصيه وعندها صرف الصحي ناجح، عندها كم حاله كولورا ما بتخوف. فالمشكله هيدي ورشه كبيره، موضوع البنى التحتيه والصرف الصحي وشبكه المجارير والى ما هنالك من امور شغله كثير كبيره، بس هيدي كثير مهمه، هي كثير مهمه لهلا وللمستقبل. دكتور بيير أبي حنا، أنا بدي أتشكرك وبدي حيي جهودك وجهود العاملين بمستشفى رفيق الحريري الجامعي، يعطيكم ألف عافية. شكرا. إذن بالقسم الأول أصدقائي كان ضيفنا دكتور بيير أبي حنا، رئيس دائرة الأمراض الجرثومية بمستشفى رفيق الحريري الجامعي. نشكره على هذه المعطيات، خاصة أنه بيطل معنا للمرة الثالثة من وقت كورونا لليوم بإطار التوعية وبإطار الإرشادات المفترض أنه كل مواطن يعمل حساب ويأخذها بعين الاعتبار. فاصل للإعلان ونرجع نتابع سوا. يوم
ملوا سنينك ملينا وملوا شرارك يوبيلك ضحكة خمسينك غامرنا ما خلصوا غمارك ملوا عيوني ملوا سنينك ملينا وملوا شرارك يوبيلك ضحكة خمسينك غامرنا بالقسم الثاني من برنامجنا اسبوعيا نحن وانتم بنسعى قدر المستطاع نكون مواكبين ومتابعين سوا الاجراءات الخاصه بعيد كاريتاس. طبعا اليوبيل الخمسين لكاريتاس شغله اساسيه ومهمه كثير ولافته وتستحق كل الثناء والتقدير انطلاقا من الافلام يلي اسبوعيا نحن عم نستعرضهم معكم لحتى نقول هيدا هو نتاج عمل هذه الرابطة في لبنان من خلال وقوفها إلى جانب الإنسان بكل الأوقات. مع ضيفتنا اليوم راح نضوي على موضوع يتعلق بالأمور القانونية إنجاز التعبير للاجئين. ضيفتنا المحامية جويس جحا منسئة قسم اللاجئين القانونية برابطة كاريتاس لبنان. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شكرا للمقدمة. خلي ليك أنا بدي يعني حييك وأقدر ورحب بوجودك معنا بالرغم لظرف عائلي طارئ طرأ عليك، ولكن احتراما لكاريتاس وللمشاهدين وللتلفزيون لبنان حبيت أن تكون معنا. صحيح، يعني الرحمة اللي من خالك الله يرحمه. تسلم تسلم. جويس، كمحامية حضرتك معنية تخبرينا كيف تأسس قسم اللاجئين بكاريتاس وشو هي المهمات اللي فعلا أنتم قادرين على القيام فيها لمساعدة اللاجئين، وتحديدا وقت نقول لاجئين مين يعني؟ نعم، قبل ما بلش جاوبك تفضلي. أنا وجاي الصبح على الطريق بيبعث لنا بير ميشيل عبود رئيس رابطة كاريتاس لبنان حبيب قلبي، بيبعث لنا قراءة صغيرة كتير قصيرة بقول: كن متيقظا يا بني في جميع أعمالك، وكن مهذبا في جميع تصرفاتك، وكل ما تكرهه لا تفعله بأحد من الناس، من خبزك أعطي الجائع ومن ثيابك العرات، من كل ما توفر لك تصدق، بارك الرب إلهك في كل حين واسأله أن تكون طرقك قويمة وسبلك ومقاصدك في طريق النجاح. هي كاريتاس. حلوة حلوة كثير. مرسي. وكل التقدير لرئيس كاريتاس. نعم، وجميع المسؤولين وجميع العاملين فيها، يعطيكم العافية. إيد بإيد إيد بإيد، والمستفيدين من خدماتها والمتطوعين كتار فيها كتار. صحيح. كنت غريبا فأويتموني. نعم، وما أكثر اللبنانيين بدول الاغتراب. نعم. من لاجئين ومهاجرين وعمال وإلى آخره. قدام نزعل إذا بعرف في شاب لبناني شو ما كانت طايفته وشو ما كان مذهبه ببلد مش ببلده ما حدا قادر يوقف حده. نفس الشيء كاريتاس حمل هم اللبنانيين من 50 سنة، لو ما كانت جديرة بسقط كل العالم ما حملوا هم لغير اللبنانيين. سميناهم لاجئين، سميناهم اجانب، تحديدا عن مين عم نحكي؟ عاملين مهاجرين. عم نحكي كل حدا منه لبناني. منه لبناني، حتى النازحين السوريين؟ كل حدا منه لبناني. نعم. شو منسميهم؟ هيدي تسميات دوليه بناء على اتفاقيات دوليه
هذا مش 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 المغزى. انتوا المغزى هدف الانسان كانسان. المغزى هو الانسان يلي انا عم يجي بدق باب الرابطه. باي حاله بيجي بدق باب الرابطه؟ باي حاله، بكل الحالات. في حالات ناس بتعرفها، يمكن دواء، يمكن اكل، يمكن مساعدات غذائيه، حتى للاجئين بتعطوه، يمكن التياب. نعم. وفي اشياء ثانيه كمان يمكن الناس ما بتعرفها، انه هالشخص اللي منه لبناني شو ما كانت صفته القانونية، هو شخص بحاجة أكثر من غيره لكل المساعدات، وخاصة المساعدات القانونية. نعم. نحن اليوم رح نحكي عن اللاجئين، ناسحين أو لاجئين، بهم من النهو العالم. هو ناس من كل العالم اضطروا غصب عنهم يتركوا، اضطهاد، حرب، اضطهاد عرقي، اضطهاد ديني إلى آخره. أوقات في ناس بتصل لعنا ما معها شيء، ما معها ورقة، ما معها تاب عليها. طب بالقانون كيف بتساعديهم؟ بالقانون نحن عنا الخدمات القانونية اللي منوفرها للاجئين، هي مدعومة مباشرة من الجهات المانحة، وأبرزها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. مدعومة بأي ناحية؟ مدعومة من كل النواحي، مدعومة أكثر من الناحية المادية. فهيدا مشروع مخصص للاجئين، هو منه شيء مشروع للبنانيين أخذ لمساعدة غير اللبنانيين، هو مشروع مخصص وموجه للاجئين. كيف منساعدهم؟ منساعدهم بعدة أشكال. منساعدهم بالاستشارة القانونية إذا كانوا ما بيعرفوا القانون اللبناني، لأن احنا منا دولة لجوء، وبالتالي نحن يطبق القانون اللبناني على كل شخص موجود بلبنان سواء كان لبناني أو غير لبناني. منساعدهم بالمساعدات القانونية أمام كافة الدوائر والمراجع الرسمية. نعم. بالتمثيل القانوني أمام المحاكم اللبنانية، ومنساعدهم كمان بشيء اسمه حملات التوعية. حملات التوعية هي نقاط قانونية لازم كل شخص موجود بلبنان يتعرف عليها ويعرف شو معناتها، تيقدر يتدارك بأقصى حدود أنه ما يوقع بالغلط، وأنه ما يكون عم بخالف القانون اللبناني والقوانين المرعية. نعم. الإجراء. طب اليوم نحن بهذه المحطة، يعني اللي هي أسبوعية لكاريتاس. نعم. مش من باب نحن عم نبخر، عم ننقل الصورة كإعلام مثل ما هي. نحن مرآة تنقل الوقائع، والوقائع بتقول أنه أنتم دوركم بهذه المرحلة مهم جدا، وهي كانت مناسبة لحتى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون قدم لرئيس كاريتاس الأب ميشيل عبود يعني وسام. صح. هو مهم كتير تقديرا لهذه المسيرة اللي صار عمرها 50 سنة، وإن شاء الله العمر كله. صح. قانونيا برجع بقول للناس اللي هلأ عم بيتابعونا، أنتوا وين بينتهي دوركم وقت اللي بيجي إنسان لعندكم وبالقانون بتساعدوه لإنجاز أو لمعالجة ملفه إنجاز التعبير؟ هلأ نحن الشخص يلي بيقصد كاريتاس لبنان من غير اللبنانيين، نحن بنساعده ضمن شروط ومعايير بتفرضها الجهات المانحة. نحن ما بنقدر نتناول كل المواضيع، خاصة بالأمور الجزائية أو يلي الأمور يلي بتخالف تعاليم. شو الاستثناءات اللي عندكم إذا أمكن؟ الاستثناء شو هي؟ هلأ ما في استثناء، بس إجمالا نحن ما بنتناول أمور جزائية كجرائم أو إلى آخره، لأن نحن الشق الأكبر من المساعدات هي بتتناول الناجين والناجيات من العنف الأسري، من العنف القائم على الجندر، هذه الأنواع من المساعدات إذا عم نحكي عن التمثيل القانوني. فبشكل عام في الأمور يلي بتمس بالدولة، الأمور يلي بتمس بمبادئ رابطة كاريتاس لبنان، أكيد نحن كقسم قانوني ما منتناولها ولا منتطرق لها. يعني ما بتغطوا الشق السياسي إذا الاعتبارات السياسية إجا حدا لعندكم أنتو؟ أبداً أبداً، نحن منطبق أمور محض قانونية. كيف حيلا قسم قانوني بحيلا محل بشركة بمؤسسة، هذا الشيء نحن وفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء بتطبق أكيد بالتنسيق اليومي والمباشر مع الجهات المنحة ومع إدارة. طيب. رابطة كاريتاس لبنان اليوم قديش عندكم ملفات بكاريتاس تتعلق باللاجئين؟ كثيرة اليوم بهالمرحلة؟ نعم أكيد كثيرة، أكيد كثيرة، وفي حاجات كبيرة، وفي أشخاص قلت لك اضطروا يتركوا بدون أي مستند قانوني بحوزتهم. نحن صحيح منساعدهم ضمن إمكانياتنا، بس أوقات للأسف بنوقف عاجزين، لأن في أمور بتخص دولتهم إن كان لإصدار أوراق ثبوتية أو إلى آخره،
في قصص نحن منحول دون متابعتها بس منكون أقله مرض ديناخي بيمكن أعطينا الاستشارة القانونية تحت لي شوي ضل إذا بدك أو يشعر بالأمان أو يشعر حتى إنه في ناس قادر يسمعها أو قادر يحكيها. نحن كمان عنا بس تما أقول لك شغلة في عنا الخطوط الساخنة للقسم القانوني كمان هذا الخطوط الساخنة عنا كذا كذا لا أرقام كمان عم تنشر وتعمم على كل الأشخاص الموجودين وبنتلقى كتير عليها كمان اتصالات لغير للبنانيين كمان ومن قلبنا منوفر ضمن قدرتنا وضمن استطاعنا أنه نساعدهم لأبعد الحدود. طب اليوم المساعدة هل تتوصل إلى يعني إفادهم ترجعوا تبعتون على بلادهم إنجاز التعبير ولا لا؟ أنتوا دوركم هون بس بلبنان؟ نحن دورنا بس بلبنان. نحن دورنا بس بلبنان. نحن بالنتيجة اسم قانوني. ما بتسافرون إذا كان اسم قانوني لبناني. يعني نوعنا بس بالتطبيق ومساعدتهم على تحصيل حقوقهم ضمن القوانين اللبنانية المرعية الإجراء. كل شيء بيختص بسفر، بإعادة توطين، بعودة طوعية، شو ما بدك حلول دائمة. هذه مش شغلة كاريتاس ولا شغلة القسم القانوني، هي بترجع للمراجع الرسمية تبع المختصة بهذا الخصوص. طب اليوم من باب الإحصاءات، يعني بنعرف نحن دائما أنتوا بتعملوا إحصاءات دائمة، شو عملنا، شو قدمنا، شو ساعدنا. بالشق القانوني قديش عدد الملفات اللي صرتوا شغالين فيها؟ يعني هذا العام إنجاز التعبير ل 2022 لحد اليوم يعني تقريبا بنحكي بحدود 10,000 ملف، بس يشمل كل شيء، يشمل الاستشارة والمساعدات والتمثيل. يختل هاي يعني 10,000 إذا بدي جزئهم على الأيام اللي من أول السنة لهلأ بنشوف أنتم خلية تحل على طول بتشتغلوا. صح، نحن مش بس ببيروت جبل لبنان، نحن كمان بجنوب بنشتغل وبنشتغل على كل الأراضي اللبنانية. طب طبيعة المشاكل اللي أكثر شيء بتتولوا معالجتها من الشق القانوني، شو نوع إنجاز التعبير؟ عاملات أجنبيات تركوا شغلهم؟ العمال الأجانب تكون واضحة ما بيدخلوا ضمن اللاجئين إلا إذا كانوا مسجلين بالمفوضيه الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كعاملات في الخدمة المنزلية، العاملات المهاجرات هن اللي هن migrant domestic workers، العاملات المهاجرات هن اختاروا يجوا يشتغلوا ببلد آخر. دونك ما عندهم اضطهاد، لا يطبق عليهم، ما يطبق على اللاجئين. ما لم يكن بمرحلة معينة استشعروا باضطهاد معين، هذا الشيء بيرجع للمفوضيه تقرر اذا هن تطبق عليهم صفه اللجوء او لا. اما عم بحكي عن اللاجئين المسجلين بمفوضيه الامم المتحده. سالتني اذا استطردنا للعاملات المهاجرات. كنا عم نحكي العاملات اذا يطبق عليهم يعني الشق القانوني اللي يطبق على اللاجئين. نعم، عندنا قسم قانوني خاص بالعاملات في الخدمه المنزليه لانه وضعهم يختلف. عن وضع اللاجئين. والنازحين او الهدى، فاكيد عندنا قسم خاص. بس يعني انتم بتستقبلون يعني؟ اكيد طبعا عندنا قسم خاص. بس انا اليوم جايه بس اتحدث عن اللاجئين بشكل محدد يعني. نعم. طب اليوم بهذه المرحلة اللي احنا فيها، وضع الجهات المانحة يعني تقدم ما هو مطلوب لحتى نقدر نحن نشتغل بهذا الملف على أكمل وجه، ولا عم بيكون في بعض العوائق المادية التي تعيق شؤون هذه الملفات؟ لا أكيد بالشكل المطلوب وبالشكل اللازم عم بيكون كل شيء بالتنسيق مع إدارة رابطة كاريتاس لبنان وأكيد الجهات المانحة لحد ما نكون عم نقدر نوفر المساعدة القانونية اللازمة التي تليق بهالإنسان يلي موجود قدامنا، إن كان ككاريتاس لبنان أو إن كان كهالإنسان اللي بوجنا كإنسان. طبعا يعني من الوحي اللي انت عم بتقوليه هلا انا وياكي رح نشوف قصه سليم منصور. نعم، يعني طبعا هذه القصه هي مهمه كثير من سلسله القصص يعني بيعيد كاريتاس ال50. رح نشوف هلا سليم منصور يلي كان عم بيواجه صعوبات بالتعلم، رابطه كاريتاس لبنان قدمت له يد المساعده طبعا لحتى يقدر يستمر وينجح بحياته ويكون انسان ناجح. انا وياكي بنشوف الريبورتاج وبنتابع. يلا. يا بو يا بو يا سفي معنا سفي اللي بعد الصاص بو يا بو يا بو. سليم إلو بالمركز 12 سنة، تجربة علمتنا. نحن قبل كورونا كنا نجي 5 أيام على المركز، من بعد كورونا هلا عم نجيبه يومين لأنه ظروف صعبة كتير، ولو ما هيك سليم كان بيقعد بالبيت لانه 3 أيام هلا اللي ما بجيبه على المركز عم بيقعد فيهم بالبيت.
حقيقة أنه سليم بحاجة كتير كتير لمركز كاريتاس بفغال، لأنه هو وزنه تقيل ومشيه قليل. يعني أنا لو ما بجيبه على كاريتاس تيتمرن ويعمل سبور ويغير جو، قعدته بالبيت كتير بتضره. من هالمركز اكتسب اشياء كتيرة، بيعرف كل شيء اللي وري، اكتسب قراية، اكتسب بيشتغل بالشمع، بيشتغل بالرسم. يعني انا بالبيت شو بدي اعطيه تقدر اعطيه. كتر خيرهم هالمركز اللي اهتموا فيه كتير. سليم ابني وحيدي وانا معلق فيه كتير، حنون علي بشكل مش طبيعي. هيدي شغلات ما فيش الانسان يشوفها الا ما يشوف ابنه هو كيف عم بيهتم فيه. هيدي الشغله منا واجب، هيدي ربنا بعت لك كادو تتهتم فيها، مش لانه واجبي. انا هالكادو حطتها بعيوني. تعلق كتير بمركز كاريتاس فغال، تعلق اول شيء مش بالبنا، تعلق بالمعلمات. امبارح بس بلشت المدرسه دغري بيقوم ينام بكير، تيقوم بكير ويجي دغري، يجي بدون ما يعذبني. انا ما بعتل همه انه جاي على المدرسه دغري، بيلبس بغسل فرش اسنانه وبيمشي. هذا المركز هديه كبيره لاهل منطقه البترون واهل منطقه جبال اللي عندهم هالحالات من الاولاد. بلا هالمركز في 100 ولد بدهم يتبهدلوا، 100 ولد بدهم يقعدوا ببيوتهم. هذا مركز كادو اجينا من السما تيهتم بولادنا. اسمي سهي منصور، سكن بأبي الله، أسمي ببجرون، عمري 23 سنة. أنا بزي المركز بالناس سنة. أنا كتير بصت هون أنه أتعلم هون، بنصم بجمع صف زياعة وسبور ومصلح. نحن بنصم صف جمع وعندنا غراض عن ورا، بسم إزاز، بسم ماش وكشي خصم غراض ابنها معرض. أنا ما برا هو أساس إنه هو عندنا مصاري يا صنط. أنا فيه مصلح، أنا في أدوار وشفتحت إيش فيه ما بدوار بشهيد أشي أو كيشي. بشكر الله بقيتاس بكون رحمه فينا. أنا كتير بحمكم كتير وباي. منتابع مشاكل وحلول، كنا عم نشوف سوا هذه القصة اللي هي جدا إنسانية لسليم منصور، وده نوجه له أنا وأنت إذا بتسمحي لي تحية كتير كبيرة. أكيد، ولأبو سليم كمان. نعم. أبو سليم عم بقول كان إنه سليم هو كادو. نعم. الكادو حق مصاري، سليم هو نعمة. نعمة من الله. لأنه مجانية ولأنه بتعطي لبيو لسليم ولعائلة سليم نعم، وبتفتح لهم أبواب. نعم. ما بيكونوا مستنظرين ولا بيكونوا متوقعين، لأنه سليم ما بيعرف يكذب، ما بيعرف يغش، ما بيعرف الله يأذي. ببارك. الله ما ببارك. بيعرف يأذي، وبفضل سليم هيدا نعم لبيو ولعائلته. طب اليوم يعني هذه الحالة تتابع من قبلكم بكاريتاس إلى ما نهي يعني على طول حتى النهاية؟ نعم، هلأ كاريتاس عندها مراكز للمراكز ومدارس. نعم. للي عندهم صعوبات تعلمية أو الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. سواء بتوفر لهم جلسات بسيكوموتريسيتي أو بسيكولوجي أو عند بسيكولوج أو بسيكوموتريسيان أو أورتوفونيست، يعني إلى ما هنالك من حاجات لا حملات أو لسيانسات. نعم. وفي عندها كمان مدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية. أكيد بيترافقوا الطلاب حتى بيتعلموا مهنة، بيتعلموا صنعة، حتى يكونوا أكثر لأبعد الحدود يلي بيقدروا يكونوا فيها هن مستقلين، ما يعوزوا حدا غير ربنا. برأيك من خلال يعني هذه الأطلالة لأول مرة أنت معنا.
نعم. للناس اللي هلأ عم بيتابعونا، طريقة التعامل والتعاطي معكم أنتم تقوم على ثقة متبادلة وكل تقدير، مش مزبوط؟ صح. يعني أرقام الهاتف اللي ممكن أنه يتواصلوا فيها معكم بيقدروا من خلالها ينقلوا الحالة مثل ما هي لحتى أنتم بالشق القانوني تتولوا فيها المعالجة وتأمنوا لها احتياجاتها. صحيح، بالقدر المستطاع. نعم. مثل ما قلت بنأمن لها احتياجاتها بشفافية مطلقة وبسرية تامة، لأن نحن كمحامين أو كقسم قانوني مؤتمنين على سرية المهنة، وهذا شيء كمان بحملنا عبء كبير وبحملنا وزر كبير. حلوة، أنا بدي أشكرك بالختام. شكرا. إذا عندك شيء باسم كاريتاس بتحب تقولي لشريحة من الناس اللي بيعتبروا حالهم هني معنيين مباشرة معك أنت بواقع الملفات القانونية، شو بتحب تقولي لهم؟ الكاميرا لك. بحب أقول لهم أنه القسم اللاجئين القانوني بكاريتاس لبنان له من 2006. نعم. وما استمر إلا لأنه في ناس وثقت فينا، إن كان من المستفيدين أو من الجهات المانحة أو حتى من إدارة رابطة كاريتاس لبنان. نشكر الله على هذا الشيء، ونتمنى أنه كقسم قانوني كقسم لاجئين قانوني نقدر نساعد أكبر عدد من العالم لأبعد الحدود الممكنة دون تمييز، لأنه الإنسان إنسان لو مين ما كان. شكرا لك منسقة قسم. شكرا على استضافتك. هذا واجب. شكرا. هذا واجب ونحن معكم كمان. عقبال 100 لكاريتاس إن شاء الله. بس 100 أنت كريمي العمر كله. إن شاء الله يا رب. خلي ليك المحامية جويس جحا منسقة قسم اللاجئين القانونية برابطة كاريتاس لبنان. طبعا نحن مع هذه الأطلالة نوصل لختام حلقتنا اليوم، لقاءنا بيتجدد معكم الله راد بكرة دايما عبر الشاشة الأم تلفزيون لبنان. إلى اللقاء.